النادي الاهلي ان هو صرف فلوس كتيره جدا في فتره الانتقالات الشتويه الاخيره، ايه رايك في هذا الموضوع؟ احنا مش اكتر فريق صرف ولا حاجه، مش اكتر فريق برقميا برضو، مش اكتر فريق، لكن احنا اكتر فريق حصدا للنقاط. يعني بص يا اسلام، في الاعلام، الاعلام الرياضي اللي عنده اتجاه هيمشيه زي ما هو عايزه بالظبط، تمام، يقول لك الاهلي عمل رقميا ايجابي 1 2 3 4 اوكي، واللي عايز يمشيها سلبيه هيقول لك الاهلي عمل كذا صرف كذا كتير كذا. وعمل مش عارف ايه لكن هو السؤال، هل احنا اكتر فريق صرف في يناير؟ مش هقول لك على مدار السنه، لا احنا مش اكتر فريق صرف، مش اكتر فريق صرف. طب هل احنا اكتر فريق حظا للنقاط؟ احنا اكتر فريق حظا للنقاط اوكي، وبالتالي بس انت ماشي هرجع في الاتجاه الصحيح. هرجع واقول، بس انا دايما مش عايز اخش في امور مقارنه، انا بتكلم على ايجابيات. وصلت للي انت عايزه فانت نجحت اوكي، ما وصلتش للي انت عايزه يبقى ما فيش نجاح. انا بقول لك في 2000 ل 2004 احنا عملنا فريق قعد حوالي بتاع سنتين ونص ولا حاجه عشان تكونه. في 2014، في اخر 2014 لحد اكتوبر 2015 عملنا فريق عمل حاجه كويسه جدا على المستوى المحلي، يمكن وخد الكونفدراليه. من 17 نوفمبر 17 11 لحد 28 ديسمبر، انت بتتكلم في كام؟ في حوالي 41 يوم. عملت فريق، عملت جبنا حسين الشحات، جبنا جيرالدو، جبنا محمد محمود لعيب هايل جدا، ان شاء الله الرحمن يرجع بالسلامه ان شاء الله يرجع بالسلامه. جبنا ياسر ابراهيم، جبنا حمدي فتحي بشكل ايجابي جدا جدا، جبنا محمود وحيد، رجع لنا جونيور اجاييه، جبت عدد من اللعيبه تقدر تعمل فيها ان شاء الله الرحمن مستقبل للنادي الاهلي بشكل كويس قوي باذن الله. طيب قبل بس ما يعني ساعتها كمان خلي بالك برضه مجلس اداره الاهلي وكابتن محمود الخطيب ما بخلش باي حاجه خالص، بالعكس كل الاحتياجات الفنيه خلي بالك، بس الحاجات الفنيه كلها طلباتها كانت موجوده يعني. وبالتالي انت كمجلس اداره بتوافق على هذه الطلبات، او يعني هم كمجلس اداره بيوافقوا على هذه الطلبات. الفرقه كانت محتاجه في الوقت ده. مظبوط. تمام؟ فالرؤيه الفنيه كانت موجوده، الاستجابه الفوريه من كابتن محمود الخطيب ومجلس اداره الاهلي كانت موجوده، فانت بتتكلم على العامل الزمني، العامل الزمني عشان تعمل فريق قوي جدا اوكي. من 2000 ل 2004 خدت حوالي بتاع سنتين ونص، او 2001 لحد 2004 خدت حوالي بتاع سنتين ونص، عشان عملت ابو تريكه وعملت بركات وعملت عماد النحاس وعملت اسلام الشطر، وكان موجود بقى على العناصر اللي كانت موجوده، وكان حسن مصطفى موجود ومحمد شوقي مش عارف ايه وهكذا اوكي، وفلافيو اوكي ماشي متعب على العناصر اللي موجوده. فخدت حوالي بتاع سنتين ونص. من 2014 ده رقميا على فكره، ما انا بقول لك كده، في 2014 لحد اكتوبر 2015 عملت برضو، جبت حجازي وكان موجود، وجبنا ورجعنا رامي ربيعه، وجبنا ايفونا لو تتذكر يعني، وعملنا وجبنا جونيور اسمه اللي هرب؟ لا مش اللي هرب، هندريك تقصد؟ لا امال جبت ايفونا وجبت جبنا ايفونا وجبنا حجازي، وكان موجود باسم علي. تمام، انا بس الاسماء عشان ما كتير ما انساهاش، لا ما انساهاش في الفرقه دي. فعملنا عملنا فرقه ساعتها ممتازه، وجبنا عمرو السوليه. تمام، يعني فبدات تعمل فرقه يعني من 2014 ل 2015 قوام فرقه متميز جدا. انت بقى في ال 40 يوم دول في وسط الموسم ما كانش فيه صعوبه اكتر من كده على فكره. طبعا. تمام، طبعا، لكن زي ما قلت لك الرؤيه الفنيه واستجابه كابتن محمود الخطيب ومجلس اداره الاهلي كانت فوريه جدا يعني. طيب علاقتك بالاعلام ايه؟ اللي انا بشوفه انه دايما علاقتك